اتلتيكو مدريد كاس سوبر الاسباني نصف النهائي، يعني كانت مباراه نقولوا كبيره، مباراه من النوع كما يقول لك من النوع الرفيع، مباراه في القمه. شفنا الشوط الاول اللي انتهى 0-0، شفنا كيفاش برشلونه اضاع الاهداف، شفنا كيفاش اتلتيكو مدريد الذي وقف ند للند امام برشلون، يعني وين كان فايز في الشوط الثاني في الدقيقه الاولى، وين كوكي الذي سجل في الدقيقه 46، شفنا كيفاش ميسي الذي عدل في الدقيقه 51، انطونيو غريزمان الذي اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 63، شفنا كيفاش 74 جيرارد بيكي الذي سجل الهدف، وين شفنا كيفاش المدرب الحكم المباراه خوسي لويس الذي قلع ان بيت الريال البرشلون، شنا تروبيرتو الحارس تاع برشلونه نايتو، شنا كيفاش جيرارد بيكي، شنا سامويل، شنا جيرارد البا، شنا كيفاش روبرتو، شنا ارتور فيديل، شنا كيفاش بوسكيت، شنا فين فارنيكي، شنا كيفاش ليونيل ميسي، سواريز، شنا غريزمان، يعني كانت المباراه كانت قويه، شنا جان اوليك المدرب تاع اتلتيكو مدريد، شنا كيران تيري، شنا فيليبي، شنا ستيفان، يعني توماس، ساولو، شنا جاو، شنا كيفاش ارفا موراتا، شنا كوريا، انخال كوريا، شنا كيفاش كانت المباراه، وين شنا دخول وخروجه في الدقيقه 72، كوكي الذي سجل الهدف في الدقيقه 46، شنا ماركوس شنا ماركوس، شنا فيكتور ماتشيني، يعني كانت المباراه كانت مفخخه، مباراه اللي كانت صعبه، شنا كيفاش وين اتلتيكو مدريد وين اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 81، يعني اتلتيكو مدريد كذلك اللي لعب ند للند، نقولوا ند للند، يعني كانت المباراه كانت قويه جدا، مباراه اللي من الصعب التكهن بها، الصعب الذي يفوز بالمباراه، يعني هذه هي المباراه اللي كانت قويه، مباراه اللي كانت منتظره، مباراه كانت منتظرة 100%، مباراة في القمة، شفنا كيفاش سيموني المدرب تاع اتلتيكو مدريد وين دار الخطة تاعو، شفنا خطة كيفاش كانت، وين لعب خطة نقولوا بلي خطة نقولوا بلي الديفا لعب بالهجمات المعاكسة، ويلعب ب 4-1، يعني كانت نقولوا بلي برشلونه اللي لعب خطه 4-3-3، يعني مباراه صعبه جدا، برشلونه اتلتيكو مدريد، وين شفنا اتلتيكو مدريد وين كان نقولوا بلي برشلونه كان معدل النتيجه، وين شفنا كيفاش الفارو موراتا اللي سجل في الدقيقه 81 عن طريق ضربه جزاء، شفنا انخيل كوريا اللي اضاف الهدف الثالث في الدقيقه 86، يعني مباراه كانت كبيره، مباراه كانت متعه في كره القدم، شفنا هدف تاع التعادل تاع ميسي، انطونيو غريزمان، شفنا كيفاش بيكي، يعني كانت المباراه كانت كبيره جدا، هذه هي الكاس سوبر اسبانيا النصف النهائي برشلونة اتلتيكو مدريد، صحيح.